مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة سيتضمن اجتماعا وزاريا في بروكسل لإعلان تبرعات المانحين لسوريا والمنطقة للعام الجاري. هذا ما أعلنت عنه المفوضية الأوروبية على أن ينعقد المؤتمر يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين. المفوضيه الاوروبيه قالت في بيان لها ان الاستعدادات للمؤتمر تضمنت مشاورات مع منظمات المجتمع الناشطه في الازمه السوريه ما اتاح جمع رؤى وتوصيات قيمه حول الوضع الراهن مشيره الى ان مقرري المجتمع المدني من سوريا والمنطقه سيرفعون توصياتهم المنبثقه عن الحوار الى الاجتماع الوزاري مفوض الأزمات في الاتحاد الأوروبي يانز لينارتشيتش أكد أن الاتحاد لن يتخلى عن الشعب السوري وأضاف خلال تنظيم هذا المؤتمر نقوم بحث المجتمع الدولي لمواصلة البحث عن حلول لإنهاء هذه الأزمة التي طال أمدها وتمكين تقديم المساعدات المنقذة للحياة داخل سوريا وتلبية احتياجات فرص العيش الكريمة والكافية للاجئين في دول الجوار منظمات حقوقية عدة من بينها منظمة سوريون من أجل الحقيقة والمساءلة أوصت الدول المانحة بحماية المساعدات الإنسانية من الاستغلال والتسييس وصون حقوق اللاجئين ومنع الإعادة القسرية والنهوض بعملية سلام شاملة لكل السوريين والتعامل بشكل دقيق مع العقوبات وضمان المراجعة الدورية لها وإلى اهتمام خاص بالأمن الغذائي والمائي سالم المسطط رئيس الائتلاف الوطني يعتزم حضور المؤتمر على أن يقدم ملفا يشمل مسائل عديدة وفي مقدمتها العملية السياسية وتحديدا مفاوضات اللجنة الدستورية السورية بحسب موقع نينار بريس وفد الائتلاف سيطرح قضية المعتقلين على أمل الإفراج عنهم من خلال ضغوط تمارسها دول داعمة للملف السوري مؤتمر بروكسل ينعقد في وقت تكشفت فيه ابشع مجازر النظام في حي التضامن وعاد فيه الحديث عن المغيبين ومعاناه اهلهم فهل ستكون بروكسل اليوم مختلفه عن بروكسل الامس